مساء الخير، في الدرس الثالث عشر من دروس اللغة التركية. درسنا اليوم يتضمن تمارين وأمثلة عن الزمن الحاضر. شيمدي كي زمان، شيمدي تعني الآن، كي تعني الذي، زمان الزمن، الزمن الذي الآن، الزمن الحاضر. أنوه هنا بأني لن أبدأ بزمن آخر حتى أن أنتهي من المستوى الأول. باشلا يالم، باشلا يالم، اتفقنا أن كلمة باشلا ماك مصدر البداية، باشلا ابدأ. لنبدأ. غازيتي اوكو يوروم، غازيتي اوكو يوروم، أقرأ الجريدة. طبعا إذا حذفنا أم هنا، جازيت أوكيور هو يقرأ الجريدة. رسم ياب ماك هو الرسم، أما إذا قلنا رسم ياب يور إذا معنى هو يرسم. جام سيليور لنؤشر على جذور الأفعال، أكو قراءة، ياب القيام بعمل، سيل فعل المسح. جام سيليور يمسح، يمسح الزجاج. ميفة سو يو إتشيور، ميفي سويو، سو تعني ماء، ميفي سويو تعني عصير الفواكه، إتشيور، إتش هو فعل الشرب، إتشيور يشرب عصير الفاكهة. جيتار تشاليور، تشالماك هنا أتت بمعنى يعزف الجيتار. تشالماك تأتي بمعنى السرقة والعزف في نفس الوقت. درس تشالشيور يدرس الدرس وتأتي بمعنى العمل تشالش. يعني إذا قلنا أوفيستي تشالشيوروم إذا أنا أعمل في المكتب، أوفيستي تشالشيوروم. أوكولدا درس أوكو يوروم في المدرسة أقرأ أو أدرس الدرس، أوكوماك. بالجساير بلجي سيار كولانيور، يأتي فعل كولانماك هو فعل الاستعمال الاستخدام، هو يستخدم الكمبيوتر الحاسوب. بالجساير كولانيورم أنا أستخدم الحاسوب. لنأخذ بعض التمارين. أش ج يمك بشير، أشجي يمك بشير، أشجي تعني الطباخ، يمك الطعام، بشير مك هو فعل الطبخ. أشجي يمك بشير إذا الضمير هو المستخدم هو الطباخ، هو أو إذا نقول نضيف الرباعي ثم يور ولا نضيف أي شيء بعدها بسبب أن نتحدث عن الضمير أو ولا وليس لها ملحق. تشو جوك يوز، شوجوك الطفل، إذا نتحدث أيضا عن ضمير أو. مصدر يوزميك هو السباحة، لنضف الرباعي ثم يور، يوز يور يعني الطفل يسبح. يغمور تعني المطر، ياماك هو الهطول، يغماك إذا يهطل المطر، لنضف الرباعي الذي يتناسب مع آخر حرف صوتي ثم يور، يا يور.
وتشاك كالك. كالك هو مصدر، كالك ماك هو النهوض. النهوض في حال النوم من الاستيقاظ من السرير النهوض، ولكن أتاك كالك ماك يعني الطائرة تقلع. نضيف الرباعي ثم يور. ألي باركتا في الحديقة كوش. كوش ماك هو فعل الركض. لنضف الرباعي ثم يور، كوشيور. أورين جي الطالب، سورو سور. سورو تعني سؤال، سور يسأل. إذا لنضف الملحق ثم يور. أو جول، جول تعني يضحك. لنضف الرباعي ثم يور. جولمك هو مصدر الضحك، أو جوليور هو يضحك. لنبدأ ببعض الجمل. أهمت هاليب أونيفير سيتي سيندي أورينجي. أحمد هو طالب في جامعة حلب. هاليب، هاليب أونيفيرسيتي جامعة، أونيفيرسيتي سي، سي هنا أتت للربط مع كلمة حلب. ده في أونيفيرسيتي سيندا في جامعة حلب. أورنجي هو طالب. قلنا أورنجي ولم نقل أورنجيم أورنجيسن لأن أحمد هو ضمير أو. تورك ديلي، تورك ديلي، ديل تعني لغة. ديلي هنا أتت تورك ديلي للربط للتركي، للغة التركية، أصبحت اللغة التركية. و و أدبيات أوكيور. أدبيات تعني أدب، أما حرف أ هو للربط مع كلمة ترك. تورك ديلي في أدبيات أوكيور، يدرس اللغة التركية والأدب. مراد شامدا ياشيور. مراد ياشيور هو يعيش في الشام. إفلي متزوج. أوردا هناك. بير بانكادا في بنك ما. تشالشيور، تشالشماك فعل العمل. سارة جابونيا دا في اليابان. بير أوكولدا في مدرسة ما. نكرة إنجليزجة أوريتيور. إذن مصدر أوريت مك هو التدريس. أوريتيور تدرس، أما أورين مك التعلم. أوريتيور يدرس، أورينيور يتعلم. لنقول أورين نيو روم. لنأخذ مثال. بان تركتشة، بان تركتشة أوريتي يو روم. أنا أدرس أوريتي يو روم اللغة التركية، أما أنتم سيز تركتشة أوريني يور سونوز، ولكن أنتم تتعلمون اللغة التركية. بنتوكشا أوريتيورم، أما ولكن سيز توكشا أورينيور سونوز. لنأخذ قاعدة النفي في الزمن الحاضر. لنأخذ الجذر البسيط، مثال جل، أضفنا إلى الرباعي ثم جاليورم. جاليورم، جاليورسون، جاليور، جاليوروس، جاليور سونوز، جاليولا. إذا أردنا أن ننفي، النفي هو مي رباعي، طبعا بعد الجزر مباشرة. لنقول جل مي يور روم. جل يوروم أنا آتي، جل مي يوروم أنا لم آتي.
لنأخذ مثال عن الحالة الثانية من الجزر، مثال مثلا يي، اتفقنا أن نحذف الـ A ونضيف إي ثم يورم، يي يورم، أنا أكل الآن. النفي الجزر ثم مي، هنا لا نحذف الـ A لسبب لا يوجد حرف صوتي، هنا وجد حرف صوتي مباشرة لهذا السبب حذفناه، هنا سوف نضيف مي لهذا السبب لم نحذف شيئا. يمي يورم، يورم يمي يورم، أكل أنا لا أكل، قال يورم أنا قادم، قال ميورم أنا لست قادم، أنا لم آتي، يورم يمي يورم. المصدر الثالث مثال جيت ميك، حولنا ت إلى د، جيدي يورم، أما هنا سوف لم لا تحول، لن تحول بسبب وجود حرف مي، جيت مي يورم، جيدي يورم أنا أذهب الآن، جيت مي يورم أنا لست بذاهب. وآخر مصدر الذي ينتهي بالرباعي مثال يورميك، أخذنا فعل المشي يورو يورم، لم نضيف رباعي بسبب أن آخر حرف من الجزر انتهى برباعي، هنا يورو مي يورم، يورو مي يورم أنا لست بماشي. لنأخذ مثال إيفي إلى البيت جيت ميك، أو إيفي جيدي يورم، إيفي جيت ميورم، إفدان çıkıyorum، evden çıkmıyorum. إذا لاحظتم الأحرف كلها متناسقة مع الحجم مع الجزء نفسه. لنأخذ هذه المحادثة البسيطة. بن أنا بيلوتوم، بيلوت تعني طيار، بيلوتوم أنا طيار، هذه ملحق للجملة الإسمية بيلوتوم. بو إيش تشوك زيفكلي، بو إيش هذا العمل تشوك زيفكلي، زيفكلي تأتي بمعنى ممتع، ممتع جدا. هيتش، هيتش تعني أبدا، عندما توجد كلمة هيتش هذا يدل على وجود زمن حاضر أو أي زمن ولكن بالصيغة النفي لأنه بسبب أبدا. سكلميورم، سكلمك هو مصدر سكلمك الملل، سكلميورم أنا لا أمل أبدا. م هو النفي هنا بعد الجزر مباشرة، يور هو الملحق الأساسي، وأم هو عائد لضمير بن، هنا لم يوجد ضمير، لا يوجد ضمير بن بسبب وجود الملحق كافي. هيج سكل ميورم، هير هفتا كل أسبوع، فاركلي فاركلي تعني مختلف، أولكي أولكي تعني دولة، لير دول، إي حرف الجر إلى، إلى دول مختلفة جيديورم أذهب، حولت التي لأن المصدر هو جيت ميك، جيديورم أنا أذهب إلى دول مختلفة كل أسبوع لا أمل أبدا. فاركلي ديلر، ديل تعني لغة، ديلر تعني لغات، فاركلي ديلر لغات مختلفة، أورينيوروم أتعلم لغات مختلفة. بان بيلوتوم بويش تشوك زيفكلي، هيت سكلميوروم، هير هفتا فاركلي أولكيلري جيديوروم، فاركلي ديلر أورينيوروم. إذا أتى م مي زائد الرباعي بعد الجزم مباشرة فهذا يعني النفي، وفي الدرس اللاحق سوف نتوسع بهذه الأمثلة أيضا. أتمنى أن يكون الزمن الحاضر أصبح واضحا بشكله الإيجابي والمنفي. إياك شملار، إذا كان هناك أي استفسار مراسلة صفحة تركيا جنة الأرض.